تمام. المدرسة خربيناها مش القرآن، وإحنا بطننا خمسة من للبلد وناشد السفرية تعيد الخليل وتروح فيش تأمين. اليوم البدهش ولد ولا بنت بنت حبني تعرضوا، أنا برفض التأمين رفضا قاطعا. بلديا تساعدنا في مأمر آمن وسوونا يا رمزون، يا يسوونا مطبات، يا يدبرونا في غير هالحالية. إحنا بنروح على البلدية ونتعاون وبنسوي خط آمن. أنا بطلب المساعدة من البلدية ومن كل المؤسسات يأمنوا لنا في هذا المكان. الأهالي لهم تأمين، لهم يأمن. والسفرية أنا أشتري سفرية، فيش اليوم عندي تأمين، هاي تأمينك؟ أنا ما برضاش التأمين، واحد بس هزمني بده يحط لي التسامح. وسلامتك، بنكم عاجلين الحين الشوفير بيجي من البيت جوع لما يتعدى هان. يمشي شوية شوية تتعدى البلد. جبل الخليل كله أنا شئتهم كلهم يمشوا ويرحموا أولادنا، أولادنا ما تصير خاص عليهم. وسلامتك في إيجاد حلول لأطفال بلدة خربة الدير الذين يدرسون في المتوسطية الخمسة والجرمو. أنتم تعلمون حجم المعاناة التي يعانيها هؤلاء الأطفال من السرعة الزائدة من ممارسات الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة إلى السرعة دون الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء أطفال يجهلون حجم المخاطر التي تحيط بهم. لذلك نحن نوجه رسالة إلى كل مؤسسات المجتمع المحلي من أجل إيجاد حلول، على الأقل إيجاد ممر آمن لهؤلاء الأطفال يأمنون فيه على حياتهم. أنتم يعني كما علمنا قبل أيام الطفلة وعد رغد سليمان قد تعرضت لحادث أليم، لا نريد أن يتكرر هذا الأمر. وهذا الشارع أصبح شارع كما أطلق عليه الأطفال شارع للموت وليس شارع يأمن فيه الأطفال. يلتزم بس في القوانين اللي بنعلنها على الإذاعة المدرسية، والأساتذة بيكونوا على الشارع وكبرهم تحافظوا على سلامتهم، بس الالتزام. هلا بالنسبة للشوفير أو السائق اللي هو أس الكارثة أصلا، بس على الأقل لما يتجاوزوا على الطرقات يراعوا إنه شارع مدارس، يخفضوا السرعة شوي، يحس كأنهم أولاده، ينتبه إنه يكون ضميره صاحي، مش سباق سير على طريق المدارس، بس يتمحل بس ويلتزم في المعلمين الواقفين يحافظوا على حياتهم. هلا رسالة لمين؟ لأنه إحنا هذا الشارع مش قابل طبعا لأي قانون فلسطيني للأسف، منطقة سي بتخضع للاحتلال، فبالتالي ما بنقدر نطبق عليها قانون فلسطيني للسير. بتمنى من الأهل، بس رسالة موجهة للأهل، يا ريت مش دائما يلوموا على المعلم اللي ثاني حاله بضل بعد الظهر. أي حادث بصير برا خطوط المدرسة ما لنا علاقة فيه، بس رجاء يعني البلدية يا ريت بس كمان تكون بجانبنا بإيد معاونة إلنا بالنسبة لهذه المبادرة أو المشروع. نحافظ على سلامتنا.